هعمل النهارده صنف حلو قوي وشكله شيك جدا على السفره لما يكون عندي ضيوف. هعمل تشيكن بولز بالبينك صوص، حفرهم فراخ، صدرين فراخ مع بطاطسيتين مهروسين، شوية بقدونس، بصلة مفرومة، هريسة شطة، أقلبهم كويس مع ملح وفلفل وبابريكا وزعتر، معلقتين بقسماط مطحون، وأعجنهم كويس قوي وأشكلهم كور، أدحرجها في شوية دقيق، شوية زيت سخن مع معلقة زبدة، وأحمر فيهم كفتة الفراخ دي. بعد كده بصلاية مبشورة، فصين توم، شوية جنزبيل يتشوحوا، طماطم مبشورة تتخدع شوية صغيرين، أزود بقدونس وكزبرة تاني، كوباية كريمة ونص كوباية لبن، يغلوا غلوتين ملح وفلفل، وأنزل الكور بتاعة الفراخ، هي غلوة واحدة بس، شوية ذرة معاهم